التقى مدير عام أمني وشرطة حضرموت الساحل العميد مقيع سعيد المنهالي مع مدير عام مديرية غيل باوزير الأستاذ سالم عبدالله العطيشي لمناقشة إرساء قواعد الأمن وسبل تطويرها بالمديرية. وفي اللقاء الذي حضره مدير أمن مديرية غيل باوزير العقيد هاني باشكيل، استمع العميد المنهالي من مدير عام مديرية غيل باوزير العطيشي عن الحالة الأمنية المستتبة التي تشهدها المديرية وأهمية تعزيزها لينعم المواطن بالأمن المستدام لتهيئة الأجواء أمام المشاريع الاستثمارية التي تخدم المجتمع.